السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. النهاردة ان شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده في المقدمة هنعمل مع بعض اكل صحي بقى مشوي. دي البهارات اللي انا بحتاجها. بصلة انا شوحتها في الطاسة مع شوية زيت عشان اديها طعم الباربيكيو، معلقة صويا صوص ومعلقة دبس رمان وكمان معلقة زيت ذرة او زيت دوار الشمس، مع توابل ملح وفلفل وكمون وسماق وزنجبيل وطبعا وثوم مهروس يكون بودر وحبة صغيرين من الثوم المهروس الطازة. دي الخلطة او التتبيلة اللي انا هستعملها لتتبيل صدور البانيه، وفي نفس الوقت هستعمل نفس الخلطة برضو لتتبيل الخضار اللي انا هشويها على الجريل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا قلبت المكونات كلها مع بعض كويس عشان تبقى متجانسة. هاخد جزء منها للصدور البانيه هتبلها فيه، والجزء الباقي هتبل بيه ان شاء الله للخضار، وبعدين اتركه بقى فترة كده علشان يتشرب من طعم التتبيلة، وفي نفس الوقت برضو يتملح. انا نسيت اقول على الملح. تمام. بضيف بقى بالنسبة للشوية بتوع الفراخ، لو تتبيلة الفراخ بحط لهم شوية لبن او زبادي او رايب على حسب الموجود، عشان ده بيساعد ان الفراخ تبقى طرية وجوسي كده وتستوي كويس، وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفة او مجلدة لما نيجي نشويها، بيحافظ على طراوة الانسجة يعني، فبيبقى جميل جدا. طبعا بتأكد ان كل قطع الفراخ خدت التتبيلة كويس، برصهم فوق بعض كده زي ما انتم شايفين لغاية ما اخلص باقي الكمية، وبعدين بغطيها واتركها في التلاجة مثلا على الاقل ساعة ساعتين، يعني كل ما قعدت كل ما شربت من التتبيلة اكتر وادت طعم جميل. لكن لو مستعجلة يبقى ساعة كفاية. تمام. دي اول حاجة انا بعملها دايما، بعمل الفراخ الاول واتركها عقبال ما اكمل بقية الحاجات اللي انا هعملها او اللي انا بظبطها في المطبخ تكون هي اتبلت كويس. ويا سلام بقى لو انت تبلتها من بالليل وحطيتها في التلاجة تبقى روعة. خلاص انا كده خلاص خلصت الفراخ. هبتدي بقى بالنسبة للخضار، ده بتنجان وكوسة وجزر، طبعا الخضار اللي انت تحبيه، ولكن انا اخترت الانواع دي بتبقى جميلة جدا مع الشوي. هبتدي بقى هعمل لها بقى مارينيت في التتبيلة دي، اضيف عليها المكونات كلها كويس، ونفس الشيء برضو هغطيها واتركها برضو سواء في التلاجة او في المطبخ، مش هتفرق لو كان الجو يعني بارد، انما لو الجو حر تتحط في التلاجة. هقدم معاه ان شاء الله النهارده رز بالخضار، يليق قوي مع الاكل ده. ده رز مصري انا غسلته حسب بقى كميه، انا هعمل هنا نص كيلو، هاخد عليهم كميه جزر حوالي جزرتين كبار، مع حوالي كوبايه فاصوليا متقطعه، فاصوليا خضراء طازه، وبصل اخضر. تمام. الطريقه سهله جدا وبسيطه، بس الرز ده بيبقى تحفه. انا دلوقتي المفروض ان انا بجهز الطاسه دي، نوع اللي مبيلزقش فيه جرانيت زي ما انتم شايفين. هحط زيت حاجه بسيطه جدا علشان الفراخ ما تتحرقش، واول ما تسخن الطاسه هبتدي انزل بقى بالفراخ واشويها. معلش الحته دي يعني راحت مني في التصوير، ولكن الطريقه المعتاده ان احنا بنشويها في الطاسه لغايه ما تاخد اللون الاحمر. دلوقتي انا هشوي الخضار على الجريل برضو نفس الشيء، بسخن الجريل واحط شوية زيت، وبعد كده ابتدي احط القطع الخضار بتاعتي لغاية ما تاخد لون من على الجنبين وتبقى جميلة جدا، واخدة ريحة الشوي والتتبيلة تحفة فيها، فحاجة يعني تفتح النفس وتشجع الاولاد واي حد اللي ما بياكلش خضار ان هو ياكل الخضار بالطريقة دي، وفي نفس الوقت صحية جدا وما تزهقيش منها من كتر يعني ما هي طعمها جميل، هتكرريها كتير ومش هتزهقي منها. ويا سلام بقى الناس اللي بتاعت الدايت، ده احسن اكل هما ممكن ياكلوه. ده كده شكل الفراخ بعد انا ما شويتها. بروح جايبه قطعه فويل وبسخن قطعه فحم لغايه ما تحمر، واروح حطاها على ورقه الفويل وانزل عليها بنقطتين زيت او شويه سمنه على حسب الموجود عندك، واروح مغطيه الطاسه على الفراخ عشان البخار اللي طالع او ريحة الفحم مع السمنة أو الزيت بتدي نفس ريحة وطعم الشوي كأنك شويتيها بالظبط على الفحم. زي ما انتم شايفين كده أنا هحط نقطتين زيت واروح مغطياها على طول، فالبخار اللي طالع ده بيدي ريحة حلوة وطعم حلو للفراخ، واتركها تعمل لغاية وقت التقديم. ادي بالنسبة للرز. طبعا بشوح الأول الخضار اللي هو البصل والجزر والفاصوليا في الزيت أو السمنة أو حسب انت هتطبخي بإيه، وبعد كده لما يدبل شوية بروح حاطة الرز احمصه هو كمان مع الخضار كام تقليبة كده، وبعد كده بقى ابتدي اضيف المية المغلية والملح، اظبط يعني الملح بتاعي تمام. وبعد كده لما بيغلي ويتشرب المية بتاعته بغطيه واغطي عليه النار واسيبه لمدة ربع ساعة او تلت ساعة على حسب يعني نوع الرز ويستوي. طبعا كلنا عارفين الكلام ده، ولكن انا بوجه بقى كلامي لل يعني البنوتات بقى اللي هي متعرفش في الطبخ قوي، فيبقى ده كده هنا تعرف تعمل رز ازاي وتظبط. زي ما قلت لكم كده بضيف ميه سخنه علشان يعني استعجل الوقت عشان ما اطولش يعني بالنسبه لمده السوى، والرز يستوي على طول. يعني انا لو حطيت ميه بارده هياخد وقت عقبال ما يغلي. كده خلاص عقبال ما الرز يستوي اكون انا جهزت السلطه بتاعتي والخضار انا كده كده شويته والفراخ كمان، والاكل كله يتقدم سخن وجاهز زي ما تشوفوه دلوقتي. اتمنى ان شاء الله تكون الوصفه بتاعت النهارده خفيفه وجميله وعجبتكم، ولو جربتوها قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، ولو ما كنتوش مشتركين من فضلكم اشتركوا، فعلوا الجرس على الاول عشان ينزلكم كل جديد، وما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت عشان تشجعوني ان انا اكمل. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وطبخات جديده ووصفات جديده ومتنوعات بقى في جميع المجالات سواء صحه او طهي او ملابس. واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه انيب، اللهم اجعله علما ينتفع به. السلام عليكم.